خراب مصر من جفاف النيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد. خراب مصر من جفاف النيل. نهر النيل من أطيب أنهار الدنيا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أنهار الجنة. قال ابن حزم: تلك الأنهار لبركتها أضيفت إلى الجنة، كما تقول في اليوم الطيب: هذا من أيام الجنة، وكما قيل في الضأن: إنها من دواب الجنة، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الجنة تحت ظلال السيوف. انتهى كلامه من المحلى بالآثار. وإذا أصاب الجفاف نهر النيل فهو مؤشر أيضا لإصابة الجفاف لتوأمه الآخر، نهر الفرات في العراق، فكلاهما من أنهار الجنة المباركة. وخراب مصر من انقطاع نهر النيل وجفافه. قال وهب ابن منبه: خراب مصر من انقطاع النيل واختلاف الجيوش فيها، أخرجه الداني في الفتن. وجفاف نهر النيل مصيبة وسبب لأحداث أليمة في الأوضاع المعيشية في مصر، وكذا انحسار الفرات علامة على ظهور حرب عبوس ضروس بالاقتتال على الذهب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199 ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو، أخرجه مسلم. وبالجملة فنضوب وجفاف المياه مؤذن ومشعر بظهور الحروب، بل بظهور المسيح الدجال. ففي إحدى الجزر صادف الصحابي تميم ابن أوس الداري صادف المسيح الدجال، ودار بينهما حديث: أخبر المسيح الدجال أن من مؤشرات ظهوره وعلامات خروجه نضوب مياه بحيرة الطبرية وغور ماء عين زغر. قال المسيح الدجال لتميم ومن معه: أخبروني عن بحيرة الطبرية. قلنا: عن أي شيء تستخبر؟ عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها ماء؟ قال: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. قال: أخبروني عن عين زغر. قالوا: عن أي شيء تستخبر؟ عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين ماء؟ قلنا: نعم، هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون من مائها. قال الدجال: أما إنه سوف يغور عنها ماؤها، فلو يبست هذه انفلت من وثاقي. خرجه الإمام مسلم والزيادات من الطبراني ومسند الحميدي. إذن فحالات الجزر والانحسار وغور المياه ونضوبها وغيضها هي الحالة الملائمة لظهور وخروج المسيح الدجال، مسيح الضلالة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهدا بين يدي الدجال، فقالوا: أي المال خير يومئذ يا رسول الله؟ أي المال أفضل؟ فقال: غلام شديد يسقي أهله الماء، خرجه الإمام أحمد. لذا فأتباع المسيح الدجال يريدون التمهيد لخروجه وإظهاره بالسعي لتجفيف الأنهار، وبخاصة الأنهار المباركة. وهذا ملاحظ من برودة موقف عبد الفتاح السيسي من سد النهضة الأثيوبي. وسيبقى أمر نضوب الماء وجفافه يتدرج حتى لا يبقى الماء والإيمان إلا في الشام. قال القاسم: مد الفرات، أي فاض نهر الفرات، على عهد عبد الله بن مسعود فكره ذلك الناس. فقال عبد الله: لا تكرهوا، فإنه يوشك أن يأتي على الناس زمان يلتمس فيه طست من ماء ولا يوجد ذلك، حين يرجع كل ماء إلى عنصره ويكون بقية الماء والمؤمنون بالشام، أخرجه الطبراني وابن أبي شيبة ونعيم ابن حماد. بطبيعة الحال يكون الإمام المهدي عليه السلام على رأس المؤمنين في الشام. قيل: يا رسول الله، فأين العرب يومئذ؟ قال: هم يومئذ قليل، وجلهم ببيت المقدس، وإمامهم رجل صالح، أخرجه ابن ماجه. والملاحظ تلازم وجود الماء مع الملك في الأمر،
وقد ذكر ابن القيم رواية عن ابن عباس قال: بعث ملك الروم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رسولا وقال: انظر أين تراه جالسا. يقول ملك الروم لرسوله: انظر أين ترى محمدا جالسا، ومن إلى جنبه، وانظر إلى ما بين كتفيه، يعني خاتم النبوة. قال: فلما قدم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسا على نشز، مكان مرتفع، واضعا قدميه في الماء، عن يمينه أبو بكر. فلما رآه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهذا الرسول: تحول فانظر ما أمرت به. فنظر إلى الخاتم، ثم رجع إلى صاحبه ملك الروم فأخبره الخبر. فقال ملك الروم: ليعلون أمره وليملكن ما تحت قدمي، فينال بالنشز، المكان العالي، العلو، وبالماء الحياة، كما في تحفة المولود بأحكام المولود لابن القيم رحمه الله. ففسر ملك الروم جلوس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على النشز، المكان المرتفع، فسره بعلو الأمر، وفسر وضع قدمي رسول الله في الماء بالملك، وهذا لعله منتزع من قول الله سبحانه وتعالى: وكان عرشه على الماء. لكن إذا بلغ الأمر أن وصل الجفاف إلى الشام، فغيضت مياه بحيرة الطبرية ونضبت، وغارت مياه عين الزغر وذهبت، هنا يظهر المسيح الدجال والأعور الكذاب، عادنا الله وإياكم من شر فتنته. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. أخرجه مسلم. وهل تعود أرض العرب مروجا وأنهارا قبل ظهور المسيح الدجال أم بعده؟ الله أعلم. ولكن على كل حال، فظهور الثلوج في الجزيرة العربية في هذه الأيام مؤشر على قرب تحقق هذه النبوءة، وإن غدا لناظره قريب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد.